السلام عليكم. في تطور لافت أعلن مسؤول في وزارة النفط والمعادن أن الحكومة صدرت أول شحنة من النفط المسيلة عقب إرساء مناقصة على الشركات العالمية في وقت سابق. تمت هذه المناقصة بحسب هذه المصدر وفق إجراءات تميزت بالشفافية وبالمعايير القانونية. من المتوقع أن يبدأ التصدير في غضون الأيام القليلة القادمة ليدشن مرحلة جديدة تستعيد فيها الحكومة زمام المبادرة وتنهي حالة الهدنة الاقتصادية المراوغة التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية والعواصم الغربية النافذة على الحكومة والتحالف. هذه الخطوة جاءت مكملة لخطوات شملت فتح حساب جديد لها يسمح بإيداع الموارد المالية المتحصلة من المحافظات المحررة، وهي الخطوة التي لم تضع حدا بعد لاستمرار البنك المركزي الذي يسيطر عليه الانقلابيون. وتتوازى خطوة الحكومة المهمة هذه مع تطورات غير مطمئنة على مسار السياسي وسط أنباء عن تعثر الجولة الثانية من مشاورات الكويت التي وصفت بأنها أسوأ من سابقاتها. تبدو البلاد أمام تحولات مهمة على كل الأصعدة، وربما كانت خطوة استئناف النفط الخام هي من بين أهم الخطوات التي تعيد الأمل بإمكانية القضاء على المظهر الأسوأ للانقلاب الميليشياوي على الدولة ومؤسساتها واستحواذه على الموارد الاقتصادية والمالية. سوف نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني للوقوف على التطورات الاقتصادية المحتملة جراء قرار الحكومة استئناف تصدير النفط ومدى ارتباطه بالتطورات السيئة على المسار السياسي. نبدأ النقاش ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. خطوة مهمة لاستعادة السيادة على الموارد المالية هي تلك التي كشف عنها الإعلان المفاجئ للحكومة عن إرساء مناقصة تسمح بتصدير أول شحنة نفط بعد توقف دام أكثر من عام. خطوة الحكومة هذه أنجزت وسط تحديات هائلة تشبه من حيث مصدرها تلك التي تعترض تقدم الجيش الوطني والمقاومة نحو استعادة العاصمة ومعها مؤسسات الدولة رغم توفر كل الإمكانيات اللازمة لهذا التقدم. مسؤول في وزارة النفط والمعادن قال إن الوزارة وجهت دعوة مناقصة بيع خام المسيلة إلى 29 شركة نفط عالمية لشراء كمية تصل إلى 3 ملايين برميل معتمدة إجراءات وصفها بالقانونية والسليمة والشفافة ووفقا لآلية بيع النفط الخام المتبعة في لجنة التسويق الحكومية. مراقبون اعتبروا أن الخطوة الحكومية جاءت على وقع تطورات سياسية تكتنفها العديد من التعقيدات خصوصا في ظل توقعات بانهيار وشيك لمشاورة الكويت من شأنها أن تفتح المجال لمدى واسع من العنف والاحتراب. لا تبدو خطوة الاستئناف الوشيك لتصدير النفط معزولة عن خطة الحكومة لاستعادة المبادرة الاقتصادية إثر هدنة مراوغة للبنك المركزي فرضتها المؤسسات المالية والعواصم الدولية النافذة على الحكومة والتحالف. فقد سبق هذه الخطوة قرار اتخذته حكومة رئيس الوزراء أحمد بن دغر إثر عودتها إلى عدن، قضى بفتح حساب مستقل للحكومة يسمح بتحصيل الموارد من المحافظات المحررة وتلقي عوائد تصدير النفط والغاز. وإذا استمر الوضع إلى ما إذا مثل ما هو عليه يعني فأنا أتوقع أن تكون النتائج لا تختلف عن نتائج المشاورات السابقة. التصريحات المتشائمة بشأن مآلة الجولة الثانية من مشاورة الكويت تعززت بتصريحات من أعضاء بارزين في وفد الحكومة الذين وصفوا هذه الجولة بأنها أسوأ من سابقتها وأن نتائجها لا تختلف عن نتائج المشاورات السابقة. من بين خطوات قليلة محسوبة للحكومة تبدو خطوة استئناف أهم موردين اقتصاديين في البلاد النفط والغاز هي الأهم على طريق استعادة الحكومة لنفوذها وسط هذا القدر من التعنت الذي يظهره الانقلابيون في وجه الجهود المبذولة لاستعادة السلام في البلاد. إذن مشاهدينا الكرام، بداية نرحب بضيفنا عبر السكايب من الكويت الصحفي المرافق للوفد الحكومي الأستاذ مختار الرحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيفك الكرام. أهلا بك أستاذ مختار. إذا ما بدأنا بآخر التطورات في الشأن السياسي، حدثنا عن أن يعني نلاحظ أن الأيام تمضي في مشاورات الكويت ولا يبدو أن هناك تقدم، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، يعني حتى اليوم تقريبا دخلنا في اليوم 95 من عمر المشاورات سواء الجولة السابقة أو الجولة الجديدة، لا يوجد هناك شيء حتى هذه اللحظة. ما تزال المشاورات طبعا توقفت لمدة يومين، سافر إسماعيل ولد الشيخ أحمد وكذلك رئيس الوفد الحكومي سافر إلى موريتانيا لحضور القمة العربية، ومن المتوقع أن تستأنف الجلسات اليوم. لكن
في حقيقة الأمر لا يوجد هناك أي جديد، ما 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 يزال الطرف الآخر متصلب، ما يزال يتعنت، ما يزال حتى هذه اللحظة يرفض مجرد الدخول للقضايا الأساسية التي جاء الوفد الحكومي من أجلها، وهي الخمسة القضايا المطروحة ضمن جدول الأعمال وضمن الإطار العام الذي تم وضعه من قبل الأمم المتحدة. لا يريدون تسليم السلاح، لا يريدون مناقشة الانسحابات من المدن والمناطق والمحافظات، أيضا لا يريدون عودة الشرعية والحكومة إلى اليمن كوضع طبيعي. يعني عودة الشرعية إلى اليمن هو الوضع الطبيعي المفترض أن يتم، أنه تعود الدولة إلى اليمن والشرعية تعود إلى اليمن، وبعد ذلك يتم استئناف الحوار السياسي بين الفرقاء السياسيين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني. أما بالنسبة للمشاورة هنا في الكويت فالجميع بالفعل هناك عدم تفاؤل بهذه المشاورات. أنا لكن أعتقد هناك أنه اليوم حديث يعني رئيس الوفد الانقلابي الناطق باسم الميليشيا لربما حمل نوع آخر، يعني كثيرين يقولون أن هناك نوع من المراوغة التي يريد تمريرها من خلاله، ما رأيك بهذا التصريح؟ هذا طعم جديد يعني يراد من خلاله أن يتلقفه المجتمع الدولي والسفراء الدول الثمانية عشر أن الطرف الآخر الآن الذي كان متعنت اليوم أصبح يبحث عن السلام وأنه مستعد لتقديم تنازلات، لكن في حقيقة الأمر لا حتى هذه اللحظة لم يقدموا أي شيء، مراوغة فقط، يريدون فقط كما فعلوا في المشاورات السابقة وكما فعلوا في مشاورات بيال وجنيف، وأنا كنت حاضر في هذه المشاورات يعني إلى الأيام الأخيرة، وقالوا أننا مستعدين لتقديم تنازلات ومستعدين للاستمرار في الهدنة وإطلاق سراح المختطفين كنوع من الطعم فقط للمجتمع الدولي. أما بالنسبة كأشياء عملية لا يوجد هناك، لو كانوا بالفعل حقيقة يريدون الأمن والاستقرار وتوقيع اتفاق سلام لكانوا وقعوا خلال الفترة السابقة، خلال 75 يوم في الفترة السابقة. لماذا لم يتم تنفيذ حتى الملف الإنساني، وهو الملف الذي قطع شوطا كبيرا في إطلاق سراح 50% من المختطفين والأسرى، وكان المتفق عليه قبل شهر رمضان المبارك. جاء شهر رمضان المبارك وجاء عيد الأضحى، والآن يبدو أننا سنشهد عيد الأضحى المبارك وهم لم يقدموا شيء ولم يفرجوا. طيب الحكومة بهذا الصدد أستاذ مختار، الحكومة بهذا الصدد وبعد يعني أن مضت فترة 15 يوم أو تكاد تنتهي في حقيقة الأمر، والحكومة كانت صرحت أنها لن تستمر وفقا لتصريحات لولد الشيخ أن هذه المشاورات ستكون، أو وعود من قبل ولد الشيخ أن هذه المشاورات ستكون فقط لمدة أسبوعين، فما هو موقف الحكومة من ذلك؟ نعم، بالأمس جلسنا مع أعضاء من الوفد الحكومي وأكدوا أنه لا يوجد هناك أي تمديد حتى هذه اللحظة، ولم يتم حتى طرح هذه القضية عليهم يعني بشكل رسمي، لا من الأمم المتحدة ولا من السفراء ولا من الأشقاء في دولة الكويت لم يتم طرح. لكن هناك بعض الأخبار التي تتسرب من الطرف الآخر أن هناك ترتيب جديد وأن هناك تمديد جديد، لأن المستفيد الأول والأخير من الاستمرار في هذه المشاورات هو طرف الانقلابيين. يعني هو خرج من العزلة الدولية، يلتقي بالسفراء، يشرح ما لديه من أفكار للسفراء الدول الثمانية عشر أو الدول الغربية، بالتالي هو الوحيد المستفيد، بينما هناك تصعيد خطير على الأرض، هناك تصعيد خطير على المناطق الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، هناك تصعيد خطير في تعز، هناك تشديد للخناق على مدينة تعز. اليوم تعز تم تشديد الخناق عليه أكثر من السابق، لم يستطع أحد أن يدخل أو أن يخرج مدينة تعز. بالأمس كان هناك يعني رجل يريد أن يدخل إلى تعز لكي يشيع جثمان قريب له، لم يدعوه. هناك نساء في المنافذ يعني لم يتم السماح لهم، بالتالي الواقع بالفعل هناك تصعيد على أرض الواقع، وهنا وفي الكويت هنا تصريحات قد تكون تصريحات رنانة وتصريحات تعودنا عليها من محمد عبد السلام حينما زار المملكة العربية السعودية، تحدث بلغة ناعمة وبلغة يعني مطاطية عن العلاقات وعن عمق العلاقات وأن مستعدين للدخول بصفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية، وتحدث بشكل مختلف، بالتالي تصريحاتهم الإعلامية تختلف تماما عن ما يدور سواء في الأروقة السياسية وعن أرض الميدان أو على الأرض. لكن الآن أنت يعني ربط المشاورات السياسية بما يحدث على الواقع في الميدان، لكن هناك جانب آخر مهم وهو الجانب الاقتصادي الذي ربما يعني يمشي بشكل خفي أو شكل لا تسلط عليه الأضواء، يعني كما هو الملف السياسي والميداني في هذه الحرب منذ بدايتها أو منذ بداية الانقلاب. لربما أن تابعت أستاذ مختار موضوع تصدير أول شحنة نفط من قبل الحكومة، كيف هي علاقة ذلك أو كيف سيؤثر ذلك وسينعكس على هذه المشاورات وعلى أداء الحكومة بشكل عام؟ نعم، بالنسبة للحكومة، الحكومة طوال الفترة الماضية وهي تعيش أوضاع صعبة جدا، لا يوجد لديها ميزانية
ولا يوجد لديها دعم ولم تتلقى أي دعم، بالتالي انعكس ذلك حتى على المناطق المحررة في مأرب، في عدن، في كل المناطق الخدمات متردية، الأوضاع الأمنية ما تزال صعبة، المرتبات متوقفة لفترة طويلة على المقاومة وعلى الجيش، بالتالي هذا يؤثر على أداء الحكومة سواء في الداخل وكذلك في المشاورات. هذا طبعا جاء بعد إرهاصات وبعد ضغوطات من قبل المجتمع الدولي والبنك الدولي على الحكومة اليمنية، ووقعت اتفاق في العاصمة الأردنية عمان بأن يتم تحييد البنك المركزي، لكن للأسف لم يتم تحييد البنك المركزي، بل إنما تم تسليم البنك المركزي للميليشيات الإنقلابية لتعبث به وتنهب شهريا 25 مليار للمجهود الحربي وللمقاتلين. بالتالي هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة كان المفترض أن تقوم به من وقت سابق، لكن حدثت أشياء منعت هذا الشيء. الآن أعتقد أنها خطوة جيدة للحكومة اليمنية، ستستطيع من خلالها أن تقوم بجلب الموارد المالية وأن تمنع الإيرادات المالية التي تصل، تصور أنه حتى منفذ شرورة الذي هو في عمق المناطق الشرعية يصل إيراده إلى صنعاء، الغاز الذي يتم بيعه من مارب ومن كل المناطق يتم إيراده إلى صنعاء، بالتالي هذه طبعا يمنح الميليشيات الإنقلابية استمرارية ويمنحهم مزيدا من الأموال لقتل الشعب اليمني. الآن تم إيقاف هذا الشيء، وهذا طبعا سيعزز من الحكومة، من أداء الحكومة داخليا وأيضا هنا على أروقة المشاورات. طيب دعنا نأخذ وجهة نظر اقتصادية أكثر تحليلا وعمقا. ينضم إلينا الآن رئيس مركز الإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور، أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. الحكومة اليمنية تبرم صفقة لبيع النفط المجمد، ماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة للحكومة من وجهة نظر اقتصادية؟ بكل تأكيد أن خطوة من هذا النوع هي مهمة للاقتصاد اليمني، لا سيما وأن الاقتصاد اليمني يعتمد بصورة أساسية على صادرات النفط والغاز ويشكل العمود الأساسي لاقتصاد البلد ولواردات البلد من العملة الصعبة، والتي أصبحت فعلا اليمن تعاني من هذا الأمر منذ أكثر من عام ونصف. هذا الخطوة أعتقد أنها مهمة للغاية، تستعيد خطوة في طريق استعادة العافية للاقتصاد اليمني، عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، وتعزيز مكان الحياة للاقتصاد اليمني. من غير الواضح بالضبط إلى أين ستورد هذه الأموال، هل ستورد إلى حساب الحكومة الخاص بعيدا عن البنك المركزي، أم هل ستورد إلى البنك المركزي الذي سيطر عليه جماعات الحوثي، من غير الواضح هذا الأمر. ما هي توقعاتك أو تحليلاتك أستاذ مصطفى بهذا الخصوص؟ حتى الآن الحكومة لم تعلن إلى أين سيتم توريد هذا المبلغ. هي أعلنت في وقت سابق أنها أن الهدنة، ما سمي بالهدنة الاقتصادية التي وافقت عليها الحكومة في بداية الحرب، أنها مثلت يعني خدعة كبرى، وأنها استفاد منها جماعة الحوثي بإدارتهم للبنك المركزي، وأيضا استنفاذ الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، واستنزاف كثير من موارد الدولة بما فيها صرف مبالغ كبيرة من كافة مؤسسات الدولة. هذه الإشكالية التي هي الآن، ولا نعرف، يفترض أن الحكومة تعلن بشكل واضح كيف إلى أين ستورد هذه المبالغ وكيف سيتم إنفاقها، لأنه بكل تأكيد سيكون هناك تداعيات لهذا القرار بكل تأكيد، في حال أن الحكومة وردت هذه المبالغ إلى حساب خاص بها، بمعنى هذا أنها لابد أن تعد خطة للاستفادة من هذه المبالغ للخدمات الأساسية، لتغطية نفقات تشغيلية للمحافظات المحررة، للاستفادة من هذه المبالغ وبالتالي آلية إنفاقها، لأنه أتوقع أن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات كثيرة في كلا الحالتين. ما هي هذه التداعيات؟ التداعيات أنه في حال لم يتم توريد هذه المبالغ إلى البنك المركزي في صنعاء، بكل تأكيد هذا سيدفع جماعة الحوثي التي تسيطر على البنك المركزي لتوقف كل الصرفيات للمحافظات المحررة سواء كانت المرتبات أو غيرها، وسيدفع باتجاه أن الحكومة تبدأ بترتيب وضعها للإنفاق على جميع المحافظات المحررة. هذه خطوة كبيرة للغاية، وتتطلب دراسة وتتطلب أيضا البحث في التداعيات، لكن هذا كله مرهون
في الخطوات التي يفترض ان تتبعها الحكومه. اليوم اعلنت مصافي عدن ان هذه الخطوه انها تاسف لهذه الخطوه، لانها كان يفترض ان يتم تصدير او ان يتم نقل هذه الكميات والمشتقات من النفط الخام الى المصافي لتغطيه الكهرباء وغيرها، لكن اعتقد في كل الاحوال ان عمليه استئناف الصادرات لا سيما الصادرات النفطيه هي خطوه ايجابيه بكل فعل. طيب هل هناك من إشكاليات في الطريقة التي تم بيع هذه يعني المعروضات أو الشحنات فيها؟ يعني سواء أن هناك حديث في بعض المصادر أن أساسا هذه الشحنات كانت مملوكة لشركة كلينغو كور في نهاية المطاف السويسرية، فما هي الخصوصية التي تحدد عملية البيع وكيف تم؟ لا أعرف بالتأكيد خلفيات عملية التفاوض حول البيع، وهل فعلا تمت المفاضلة بين الشركات بشفافية وغيرها، هذا ليست لا توجد شفافية فيه ولا توجد معلومات في الحقيقة. ما أعلنته الحكومة أن العملية تمت بشكل شفاف، وهذا إعلان رسمي من قبلها، لكن كان ما هو معروف أنه كان هناك رفض من قبل الشركة، والتفاوض تم في أبريل الماضي، وكان هناك رفض من قبل الشركة بتوريد المبالغ إلى حساب خاص وليس الحساب الحكومة مثل ما كان يتم التوريد خلال أيام التصدير الطبيعي أثناء ما قبل الحرب الحالية. فالأوضاع يفترض أن الحكومة هي من تعلن عن هذه الإجراءات، وهي أعلنت أن هناك شفافية تمت في هذا الموضوع. نحن نطالب أنه في حال تم البيع وتم توريد هذه المبالغ يجب أن تكون هناك شفافية في عملية إنفاق هذه المبالغ، وما هي الأولويات التي يمكن للحكومة أن تنفق هذه المبالغ لصالحها. طيب أنت تحدثت قبل قليل أستاذ مصطفى عن يعني وجود نوع من الخطورة في عملية عدم تحويل هذه إيرادات سواء المحافظات المحررة أو يعني الشحنات النفطية هذه إلى البنك المركزي، ما هي العوامل التي يجب على الحكومة أن تأخذ في حسبانها تلك العوامل عندما تقوم بقرار من هذا النوع؟ الحكومة إذا اتخذت قرار من هذا النوع يفترض أنها تعد متطلبات هذا القرار، ومتطلبات هذا القرار بمعنى أنها تستعيد إدارة النشاط الاقتصادي، لأن الحكومة حاليا هي لا تدير النشاط الاقتصادي. البنك المركزي جوهر العملية الاقتصادية ما يزال خارج سيطرتها، وهذا يعني وهذا يلغي أو يضعف دورها وإدارتها للنشاط الاقتصادي. هذا القرار إذا ما اتخذ وبالتالي استعادت دورها في إدارة الشأن الاقتصادي يتطلب العديد من الأشياء الضرورية، بمعنى أولا عملية تعزيز الاستقرار الأمني في المناطق المحررة والمناطق سواء كانت العاصمة المؤقتة عدن أو المحافظات الأخرى، وبالتالي جعلها مكانا ملائما لإدارة المؤسسات الحكومية. الأمر الآخر تشغيل الموانع التابعة للحكومة الشرعية، الآن الموانع حديدة هي التي تعمل بكفاءة أكثر من ميناء عدن، وهذا الحقيقة أمر لا يستقيم، لابد أن يكون أن يشغل أو يفعل عمل ميناء عدن، وبالتالي تسهل عملية النقل بين المناطق المحررة. أيضا تكون العاصمة المؤقتة مدينة لكل المواطنين اليمنيين في المناطق المحررة بمختلف انتماءاتهم ومختلف يعني محافظاتهم. لابد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الجانب لتستعيد النشاط الاقتصادي وتستعيد إدارتها للأوضاع سواء للأوضاع المالية أو للأوضاع المالية إيرادا وإنفاقا، ولابد أن تستعد بخطة وموازنة نستطيع أن نقول أنها فعلا بدأت هي من يدير الشأن الاقتصادي في البلد. إذن مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفي الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، يعني عملية تحكم الحكومة بالملف الاقتصادي بشكل أكبر خاصة في المناطق المحررة التي تقبع تحت سيطرتها المباشرة، إلى أي مدى سيسهم سياسيا في يعني أن يتملك الوفد الحكومي قراره بشكل أكبر وقدرته على المناورة بشكل أكبر في هذه المشاورات وبشكل عام في الملف السياسي؟ بكل تأكيد الملف السياسي مرتبط بالملف الاقتصادي وكذلك بالملف العسكري على الأرض، يعني المشاورات هنا ليست منقطعة عن أرض الميدان سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا، كل الملفات تؤثر على الجانب الحكومي.
بالتالي الملف الاقتصادي هو ملف مهم جدا، وتم التعاطي معه خلال الفترة الماضية للأسف الشديد، تم التعاطي معهم قبل المجتمع الدولي بنوع من الانحياز للطرف الآخر للميليشيات الإقلابية بدعوى أو تحت ذرائع أنه الحفاظ على اقتصاد البلد وعدم انهيار البلد وعدم انهيار العملة اليمنية. لكن في ظل السياسة التي اتبعتها الميليشيات الإنقلابية انهارت البلد، وصل الدولار إلى أكثر من 350 ريال. بالتالي الجانب الاقتصادي حينما استلمته الميليشيات الإنقلابية بكل تأكيد أنه انهار، وانهارت الخدمات الأساسية. اليوم لنا منذ ما يقارب تقريبا سنة ونصف ولا يوجد هنا خدمات أساسية، لا كهرباء لا مياه، لا يوجد أي خدمات أساسية في البلد. المواطن اليمني الآن أصبح يعتمد على نفسه، لم يعتمد على الدولة ولا يعتمد على الحكومة. الكهرباء يستخدم الطاقة الشمسية، المياه يشتري بها من يشتريه ولا دخل فيه الدولة. بالتالي الجانب الاقتصادي منح الميليشيات الإنقلابية الاستمرارية، وكثير من الناشطين وكثير من السياسيين كانوا يصرخون بأنه لابد أن يتم محاصرة الإنقلابيين ماليا واقتصاديا لكي يسهل انهيارهم عسكريا، لأنهم طالما وأن المال لديهم سيجندوا المزيد من الجنود وسيحرقوا البلد. بالتالي الملف الاقتصادي الخطوة التي قامت بها الحكومة خطوة إيجابية، ويجب أن يستمر الموضوع في كافة المناطق المحررة، خصوصا أننا الآن مسيطرين على كافة المناطق التي تنتج الغاز والبترول وكافة الثروات التي تمتلكها اليمن. طيب، هذا الملف أعتقد أنه على حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن توليه اهتمام خاص، وأن يتم إعادة الخدمات الأساسية، ويعني عكس صورة إيجابية للمناطق المحررة. يعني من غير المقبول أن تظل مدينة عدن بلا خدمات، بلا كهرباء، بلا مياه، بلا خدمات أساسية، بلا أمن، بلا استقرار. من المعيب أيضا أن تظل مأرب لديها إشكالية كبيرة في الكهرباء، وأنا زرت مدينة مأرب قبل فترة ووجدت أن هناك مشكلة حقيقية في الكهرباء، وهناك معاناة حقيقية في الكهرباء وفي باقي الخدمات. لابد أن تنعكس الصورة الإيجابية لكافة المناطق المحررة لكي تعطي هذه الصورة الإيجابية، يعني إيحاءات للمناطق والمحافظات الأخرى ورسائل إيجابية للمناطق الأخرى أنه لابد أن تنتفضوا على الميليشيات الإنقلابية، لابد أن تتعاونوا مع الحكومة ومع الدولة ومع المقاومة والجيش الوطني لتخلص من الميليشيات التي جثمت على البلد والتي أدخلت البلد في إتون صراعات وحروب ودماء ومشاكل وفتن طائفية وفتن مذهبية لم يكن الشعب اليمني يعرفها، ولم يكن في حسبان أحد أن نصل إلى هذه المرحلة التي أوصلتنا لها هذه الميليشيات والعصابات المسلحة. يعني إذن ربما يعني هناك تشابك كبير في الملفات سواء على العسكرية والاقتصادية والسياسية، فمثلا الاقتصاد يحتاج إلى أمن قوي، والأمن القوي يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، والإرادة السياسية القوية تدعم بالجانب الاقتصادي، وهي ربما ملفات متكاملة. لكن الآن إذا ما تحدثنا أكثر حول أن هذا الملف الاقتصادي، يقول كثيرون أنه وضع بأيدي الملف يعني المجتمع الدولي بشكل عام والدول الكبرى، لماذا رضيت الحكومة برأيك لتسليم هذا الملف لها؟ أولا، الحكومة تعيش في إطار مجتمع دولي، وهي مرغمة أن تتعامل مع المجتمع الدولي لأنها حكومة في الأول والأخير. هذه الحكومة لها تتعامل إيجابي مع المجتمع الدولي، مع البنك الدولي، مع الأمم المتحدة، حتى الملف السياسي. نحن الحكومة عندما جاءت إلى الكويت كانت قد أعلنت، وفخامة الرئيس أعلن أنه لا يمكن العودة إلى المشاورات، لكن بعد ذلك جاء المبعوث الدولي وقدم ضمانات وتم ومورس الضغوطات على الحكومة. بالتالي الحكومة تتعامل مع المجتمع الدولي بإيجابية بعكس ما تتعامل مع العصابات والميليشيات المسلحة. حتى السفراء عندما يجتمعوا مع الحكومة يقولوا نحن نتعامل معكم كحكومة، لكن الطرف الآخر لا نستطيع أن نضغط عليه لأنه ليس له أي شرعية ولا يمتلك شرعية وليس حكومة معترف بها. بالتالي دائما الضغوطات ما تصب في خانة الحكومة ولا يتم ممارسة أي ضغوطات على الطرف الآخر. حتى هنا في المشاورات كل الضغوطات على الحكومة وعلى الوفد الحكومي، ويريدون تقديم تنازلات ويريدون أن يشرعنوا الانقلاب، كما أنها حصلت في العراق سابقة خطيرة حينما تم شرعنة الحشد الشيعي وتم وضعه في تحت رئاسة هيئة الأركان العامة والجيش. يريدون الآن شرعنة الميليشيات الانقلابية التي تم الزج بها في إطار الجيش والأمن. هناك عشرات الآلاف في إطار الجيش والأمن، وهذه مشكلة وقنبلة موقوتة في وجوهنا جميعا. هؤلاء مفخخين، أفكارهم مفخخة، يمتلكون الحقد والكراهية، وتم تعبئتهم بهذه الأفكار المنحرفة. بالتالي هذه هي الإشكالية الحقيقية. الآن المجتمع الدولي يريد شرعنة هؤلاء الميليشيات، ويريد أن تحتفظ الميليشية الإنقلابية والحوثيين بكامل قوتهم سواء السياسية والعسكرية والاقتصادية كما هي عليه، ليكونوا كما هو حال
حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية يكون هو من يمتلك القرار، وعبد الملك الحوثي هو من يسير القرار. يعني تكون لدينا انفصال ما بين السياسة وما بين من يمتلك القوة الحقيقية في إدارة الدولة. يعني عبد الملك الحوثي هو من يتحكم بالقرار السيادي ومن يتحكم بقرار الدولة من صعدة ومن كهفه في مران، بينما الحكومة هي غطاء ومن يتحكم هو الحوثي. بالتالي هنا الإشكال الحقيقية مع المجتمع الدولي، وعليه أن يفهم أنه في حال تم دعم هذه الميليشيات ستكون هذه الميليشيات سببا في إقلاق الأمن والاستقرار، ليس في اليمن وحيدا، لكن اليمن هي تعيش حالة عدم استقرار منذ أن نشأت هذه الجماعات الإرهابية والجماعات المتمردة على الدولة، لكن ستكون الاضطرابات وإقلاق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بشكل عام. والمنطقة العربية في حقيقة الأمر لم تعد تتحمل عصابات مسلحة جديدة، لدينا عصابات مسلحة لا تختلف عن الحوثي، داعش، القاعدة، كل الجماعات المسلحة الناشئة خارج إطار الدولة هي عامل عدم استقرار للدول وللمنطقة بشكل عام. بالتالي يعني الملف الاقتصادي، نعود للملف الاقتصادي، إنه بالفعل الملف الاقتصادي أطال في عمر الانقلاب ومنح الانقلابيين فترة طويلة جدا للاستمرار وللحرب وللقتل وكذلك للتوسع خارج إطار المناطق التي هم يتواجدون فيها. يعني نحن ربما تحدثنا أكثر عن دور الدول الكبرى، لكن لم نفرد مساحة للحديث عن الأمم المتحدة وعلاقة السقف الزمني لهذه المشاورات وكيفية تسييرها للملف اليمني بشكل عام، سنخصص ذلك. لكن قبل ذلك أستاذ مختار وسادة المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل حلقة اليوم من المساء اليمني، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي عبر السكايب الصحفي المرافق للوفد الحكومي الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، يعني هناك دور حاسم للأمم المتحدة لربما تمارسه منذ أن بدأت يعني القضية اليمنية بأخذ حيز أكبر من الاهتمام العالمي، منذ أن كان جمال بن عمر مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة، ومن ثم إسماعيل ولد الشيخ، ومسيرة الانقلاب التي تمت يعني خلال أكثر من عامين ربما، إذا ما بدأت منذ أول ما خرجت هذه المسيرة التدميرية. لكن هذا الملف الأممي أو تقريبا السياسة الأممية في التعامل مع الملف اليمني لا تبدو مفهومة كثيرا. هناك قرارات خرجت من مجلس الأمن وهو يعني منظمة تابعة للأمم المتحدة تحت البند السابع وهو القرار 2216، لكن هناك نوع من المماطلة ونوع من الاستجابة لطلبات الحوثيين، وهم كما تقول جماعة خارجة عن القانون وهي انقلابية، وفي الأخير لا يمكن التعامل معها كما يمكن التعامل مع الحكومة. كيف يمكن فهم كل هذه التناقضات؟ نعم، أولا كان يجب على الأمم المتحدة أن تتعاون وكذلك مجلس الأمن أن يتعاون مع الحكومة اليمنية ومع التحالف العربي في إلقاء القبض على كافة القيادات الإنقلابية، لأن المكان المناسب أو المكان الذي من المفترض أن يكون فيه الميليشيات الإنقلابية ليس هنا على طاولة المشاورات، إنما كان المفترض أن يكون في السجون، لأنهم قادة انقلاب، وفي كل الدنيا قادة الإنقلاب يتم الزج بهم وعرضهم على محاكم لينالوا جزاء ما عملوا في الوطن وما ارتكبوا من انتهاكات ضد الوطن وضد المواطنين. بالتالي الأمم المتحدة كانت تتعامل من قبل في الفترة الماضية أيام المبعوث السابق جمال بن عمر، كانت تتعامل بشكل سيء جدا وكانت منحازة لطرف الميليشيا الإنقلابية، والأمم المتحدة هي من ضغطت على الحكومة وعلى الدولة في تلك الفترة بأن يتم إعطاء الميليشيا الإنقلابية حجم كبير في مؤتمر الحوار الوطني، وتم إعطائها تمثيل أكبر من أحزاب سياسية كبيرة وعريقة، ولكن للأسف الشديد أنه حتى بعد أن تم إعطائهم هذه التمثيل الكبير خرجوا مباشرة وانقلبوا على كافة الاتفاقية وعلى كافة ما تم التحاور عليه، وانقلبوا وخاضوا حربا في دماج وفي عمران وفي صنعاء، وقاموا بكل هذه التسهيلات تحت غطاء جمال بن عمر وتحت غطاء الأمم المتحدة، في حين كان رئيس الجمهورية تحت الاعتقال وتحت الإقامة الجبرية. كان جمال بن عمر في فندق موفنبيك يناقش مسألة تعيين مجلس رئاسي، وتم يعني تناسي أن لدينا رئيس جمهورية شرعي ما تزال شرعيته سارية، ما انتخبه 7 ملايين يمني، وهذا
هذا كله تحت إطار الأمم المتحدة. بعد أن جاء إسماعيل الشيخ أحمد استبشرنا كثيرا أن يتم تغيير سياسة الأمم المتحدة، لأنه بالفعل كان المبعوث السابق يقوم بتضليل الأمم المتحدة من خلال الإحاطات التي يقدمها لمجلس الأمن الدولي، وبالفعل قدم خدمات كبيرة، وهو من جلب الميليشيا الإنقلابية من مران. في أول زيارة لجمال بن عمر كانت الميليشيا الإنقلابية في مران وفي مناطق محصورة، في آخر زيارة لجمال بن عمر أصبحت الميليشيا الإنقلابية تسيطر على الدولة وتسيطر على رئاسة الجمهورية. بالتالي نحن نقول لا نريد من إسماعيل الشيخ أحمد أن يكمل مسيرة جمال بن عمر بأن يشرع للميليشيا الإنقلابية الاستمرار ببقائها كجماعة متمردة في رئاسة الدولة وفي رئاسة الجمهورية وفي كل مؤسسات الدولة. المشكلة في اليمن واضحة، لدينا قرار دولي من المجلس الأمن الدولي تحت البند السابع، وهي واضحة لا تحتاج إلى إيضاح أكثر بالنسبة للقرار الدولي. قرار دولي ينص على أنه هناك انقلاب في اليمن، لابد على الشرعية أن تعود ويتم استكمال المسار السياسي وتنفيذ الاتفاقية ويتم اتفاق المخرجات الحوار الوطني، وهذا ما جاءت به الحكومة إلى هنا إلى 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 الكويت، جاءت من أجل تنفيذ القرار الدولي وفق المرجعيات وفق القضايا، ولا يوجد هناك للحكومة أي اشتراطات يمكن تعتبر أنها تعجيزية. الحكومة تطالب بأشياء معقولة ومفهومة، وأي أحد في العالم يتفهم مطالب الحكومة اليمنية في أولاً نزع سلاح الميليشيا الإنقلابية، انسحابهم من المناطق والمحافظات، وبعد ذلك العودة للحكومة أو العودة إلى تشكيل حكومة والمسار السياسي. كيف لنا أن نتحاور مع الميليشيا الإنقلابية أو نعطيها الشرعية وهي ما تزال تمتلك الدبابة، تمتلك الكادوشة، تمتلك الصواريخ، تمتلك الأسلحة الثقيلة؟ بالتالي هذا شيء لا يمكن أن يقبله أحد، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل أن تتحاور مع ميليشيات متمردة في إحدى الولايات الأمريكية، لا يمكن لفرنسا أو لبريطانيا أو لأي دولة أن تتحاور مع ميليشيا انقلبت على الدولة. بالتالي يتعاملون مع اليمن للأسف الشديد بنوع من الانحياز وبنوع من العقلانية الغير مقبولة. نعم، طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ مختار رئيس مركز أبعاد للدراسات الأستاذ عبد السلام محمد. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بك وضيوفك الكرام وكل المشاهدين. أهلا بك أستاذ عبد السلام. لربما نحن ناقشنا في بداية هذه المشاورات الكويت يعني مجموعة من دراسات مركز أبعاد، ما مدى اتفاق هذه الدراسات وما جاءت به مع اللحظة السياسية الراهنة الآن؟ طبعا كل السيناريوهات ذهبت إلى فشل هذه المشاورات، وبالتالي ليس فقط سيناريوهات أبعاد التي وضعها خلال مع بداية هذه المشاورات، لكن أيضا كل تحليلات المراقبين المتابعين لميليشيات مسلحة لا تجيد العمل السياسي ولا تتكئ على الأداء السياسي حتى نستطيع أن نتفاعل، وإنما كل طموحها وأهدافها هي عسكرية عبر الانتصار على الأرض وفرض أمر واقع عسكري. وبالنسبة لها المشاورات والحوارات هي متنفس لاستعادة بعض من قوتها وترتيب صفوفها، وأيضا التجنيد وفتح المعسكرات والحصول على سلاح نوعي، وهذا ما حصل فعلا أثناء الهدنة خلال الشهرين الماضيين. بالتالي الآن عادت هذه أو فشل هذه المشاورات في ظل تصاعد للعمليات العسكرية على الأرض، في ظل أيضا حصولهم على أسلحة نوعية بالذات صواريخ التاو هذه التي تستهدف الآليات والمدرعات والطائرات. نعم، طيب إذا ما أخذنا وجهة نظرك التقييمية، ما الذي يعرقل وما الذي يفشل هذه المشاورات؟ هل أنها جاءت أساسا بدون دراسة واقعية لنوعية من يدخل بها من متفاوضين سواء الحكومة أو الإنقلابيين، أم أن هناك أسباب مرحلية مرت خلال هذه المشاورات أدت إلى فشلها؟ إذا ما سبقنا الأحداث طبعا. دعني أقول لك أننا نحن الآن أمام ثلاثة سيناريوهات، وللأسف هناك اتجاهات داخل الشرعية والتحالف العربي اتكأ على أحد السيناريوهات وهو السيناريو الثالث، وهو سيناريو ضعيف جدا. السيناريو الأول هو سيناريو الحرب، وبمعنى فرض أمر واقع من قبل الدولة والسلطة لاستعادة الدولة من خلال عمل عسكري حتى ولو لم يكن هناك اجتياح للمدن والعواصم، وإنما إجبار الحوثيين على التسليم. السيناريو الثاني وهو سيناريو التسليم للحركة الحوثية، أي بقاها
كقوة عسكرية داخل إطار الدولة، وهذا معناه ابتلاع الدولة من الداخل، تكرار تجربة حزب الله في لبنان، تكرار سيطرة الميليشيات في العراق، وأيضا ربما قد يؤدي إلى خيار أو آخر وهو حكم ذاتي للحوثيين سواء في صعدة أو حتى إقليم معين. السيناريو الثالث الذي يتكئ عليه بعض من اتجاهات التحالف وأيضا الشرعية وهو إقناع الحوثيين التسليم بشكل سلمي سياسي، تسليم السلاح، وهذا ما تساعدهم المتحدة فيه وتدعم الجهات الغربية، لكن هذا السيناريو فاشل فاشل، لأن هؤلاء في تاريخ الحركة الحوثية لم يعودوا إلى الخلف نصف خطوة إلا بعمل عسكري وبقوة تفرض عليهم. طيب يعني بشكل عام في العمل السياسي ربما هناك العمل أو البناء على فعل والبناء على ردة فعل، عندما يكون الإنسان في مرحلة متمكن بها ربما يقوم على فعل أساسي، أما عندما يكون في حالة ضعف يقوم على ردة فعل. الآن الحكومة الشرعية في أي الحالتين تقوى؟ طبعا نحن لا نقيم الحكومة الشرعية لأن الوضع السياسي سيء جدا، الوضع الاقتصادي أيضا أسوأ. نحن نستطيع أن نقيم المقاومة على الأرض، وأنا أقول أن المقاومة على الأرض الآن هي مقاومة فاعلة ولم تعد لديها ردات فعل فقط، أي بمعنى أن نستطيع أن نقول أن الحركة الحوثية تعيش الآن ما نسميه يعني ردات الزلزال الذي حصل بالنسبة لإسقاط الدولة، وهي عائدة هذه الردات عليهم، وأعتقد أن المقاومة في حالة فعل. لكن تقييمي مثلا للدولة، طبعا أي سلطة شرعية هي خارج إطار حدودها وفي خارج وهي خارج خارج الأرض المسيطرة عليها، لا يمكن تقييمها إطلاقا بأنها قوة. أعتقد أنه في حال استعادت الدولة لبعض الأدوات الاقتصادية والعسكرية والسياسية على الأرض، هنا يحصل تكامل ومن ثم تنطلق عبر التكامل مع قوة المقاومة على الأرض، ويبدأ أنا أعتقد يبدأ التحرير. طيب إذا ما جئنا إلى نظرتك أو تقييمك العام خلال المرحلة منذ أن بدأت عاصفة الحزم كيعني نقطة مرحلية، أستاذ عبد السلام، العلاقة العمودية ما بين المقاومة كفعل تنفيذي على الأرض وما بين الحكومة الشرعية الرئاسة وكذلك التحالف العربي الذي يقوم بإصدار سياسات في نهاية المطاف يتم تنفيذها على الأرض، ما مدى حجم العلاقة هذه؟ هل هي قريبة؟ هل هي بعيدة؟ أولا دعني أقول أن الهوة والفجوة بين المقاومة على الأرض والشرعية والتحالف ضئيلة جدا وقليلة، ولا يمكن أن نتحدث أن هناك مسافة كبيرة بين الشرعية التي تمثل في الأخير طالما هي خارج الوطن غطاء سياسي وليس لديها يد على الأرض أكثر مما هي موجودة المقاومة والجيش التابع للدولة. بالنسبة للتحالف، التحالف أعتقد خلال الفترة الماضية أثبت جدارة في دعم المقاومة على الأرض، ولكن الهدنة التي تمت خلال الشهرين الماضيين أدت إلى 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 أخطاء أو إلى ردات فعل سلبية استطاع الحوثيون من خلالها أن ينفذوا أو يحصل لديهم اختراق في مسألة الحرب، مما جعلهم يستعيدوا جزء من أنفاسهم ويحصلوا على السلاح والتجنيد وفتح معسكرات وأيضا ترتيب أوراقهم. إذن رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث الأستاذ عبد السلام محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ مختار. رحب أستاذ مختار، هل سيصل المجتمع الدولي وكذلك الإقليمي إلى النقطة التي يتحدث عنها وفد الشرعية باستمرار، أننا أمام طرف مراوغ ينقلب على كل الاتفاقات يقوم بنقضها وليس له يعني من سبيل إلا حسم عسكري كما يقول الكثير؟ نعم، أولا هذه المشاورات فضحت الطرف الآخر وفضحت الميليشيا الإنقلابية، يعني كانوا من قبل دائما ما يتحدثوا عن أنهم دعاة سلام وأنهم
فقط جاءوا لمحاربة التكفيرية والقاعدة والدواعش، هذه الشعارات التي يرفعونها. لكن حينما وضعوا في الاختبار الحقيقي وهي مشاورة الكويت، اتضح للعالم أجمع لكل المراقبين، ومشاورة الكويت كانت محط مراقبة ومتابعة شديدة من قبل المجتمع الدولي، من السفراء، كل السفراء كانوا متواجدين هنا في الكويت، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية، سفراء الدول الثمانية عشر، السفراء العرب، سفراء الدول الخليجية، الجميع كان متواجد هنا في الكويت ويتابع عن كثب كل تفاصيل. هل هناك ردود فعل من قبل يعني وفود الدول الأجنبية أو الدول الكبرى تؤكد هذه الفرضية يا أستاذ مختار؟ نعم، حتى وإن لم يتحدثوا يعني المجتمع الدولي لا يتبنى مواقف تكون صادمة، إنما يتبنى مواقف يستطيع من خلالها العودة وأن يكون له خط رجعة، كما نقول نحن بالكلام العام اليمني، يضع له خط رجعة مع الطرف الآخر. لكن حينما يجتمع هؤلاء السفراء مع الحكومة يتحدثوا بكلام إيجابي وأنهم ما يزالوا داعمين للشرعية. حتى كان هناك مواقف من قبل الدول، سواء البيان الرباعي وغير البيان الرباعية التي البعض تحسس منها، لكن في حقيقة الأمر أنها دعت إلى سرعة الانسحابات وبعد ذلك الانتقال. نعم، وتسليم الأسلحة وبعد ذلك الانتقال لتشكيل حكومة، وهذه هي الرؤية الحكومية. حينما يجتمع الوفد الحكومي مع السفراء يتحدثون بإيجابية السفراء أنهم لا يمكن أن يدعموا انقلابيين ضد الدولة، وهذا طبعا موقف جميع الدول، أنه في حقيقة الأمر أن الدول لا يمكنها أن تدعم الانقلابيين والعصابة المسلحة والجماعة المسلحة لتكون هي بديلا عن الدولة، لأنها ستنتشر الفوضى، بالتالي سيكون هناك تناقض حقيقي مع ما يدعون إليه من ديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان وما يتعاملون به مع الدول الأخرى ومع القضية اليمنية كمثال حي. بالتالي الأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي حاضر بكل تفاصيل هذه المشاورات، 75 يوم والمراوغة تزداد، وكل يوم يأتون بتفاصيل جديدة وبقضايا جديدة ليست محل نقاش في القضية اليمنية وفي المشاورات. كان هناك جدول أعمال، هذا الجدول الأعمال لم يأتي من الحكومة ولم يأتي من الرئيس هادي ولم يأتي من الحكومة اليمنية، إنما جاء من الأمم المتحدة. هذه جدول الأعمال تم تعديلها ومحاولة تعديلها، وكانت هناك إشكالية في مسألة التزمين والتراتبية، وتم مع ذلك تعاملت الحكومة بإيجابية، وهذا طبعا في نظر الأمم المتحدة، في نظر السفراء الدول الثمانية عشر، في كل السفراء كانوا حاضرين بقوة تفاصيل هذه المشاورات. بالتالي نحن نأمل أن نكون قد أوصلنا هذه ما نحن مؤمنين فيه، أن هؤلاء الميليشيات لا يؤمنون باتفاق، لا يؤمنون بحل سياسي، مراوغين ينقضوا كل اتفاقية. لدينا من 2004 حتى الآن أحد الزملاء الإعلاميين حصر هذه الاتفاقية بأكثر من 80 اتفاقية مع الميليشيات الإنقلابية منذ أول تمرد قادوه في 2004 وحتى الآن لم يلتزموا بأي اتفاق، بالعكس كانوا يعقدوا الاتفاق لكي يعيدوا ترتيب أوراقهم ويعيدوا أنفاسهم ويعيدوا ترتيب أوراقهم العسكرية، ومن ثم ينكثوا على الاتفاق وينقلبوا على الاتفاق في 2004. حتى في 2000 في الحرب الخامسة حينما تدخلت قطر كان هناك اتفاق وتم إبرام هذا الاتفاق، ودولة قطر طبعا تحملت كل أعباء عملية إعادة الإعمار في صعدة، ولكن انقلبوا عليها. كان من المفترض أن يخرج عبد الملك الحوثي وكافة القيادة العسكرية حتى تهدأ المنطقة، يخرجوا إلى قطر ويتم تسليم الأسلحة ويعودوا مواطنين صالحين. الآن نحن نطالب بنفس الاتفاقية التي تم إبرامها في الحرب الخامسة، وهي أن يسلموا أسلحتهم وأن يعودوا مواطنين صالحين. هذا ليس أمر تعجيزي، إنما هذا هو المنطق والعقل يتحدث بهذا، أنه على الجماعة المسلحة المنقلبة أن تسلم سلاح الدولة وأن تعود الدولة لممارسة عملها. ولو أنهم قاموا خلال هذه الفترة قاموا بأعمال إجرامية في الدولة، أنهوا الدولة، أنهكوا الدولة بإدراج عشرات الآلاف من في المؤسسات المدنية والعسكرية وحوثنة الدولة، ما يسمى بحوثنة الدولة، وبالفعل حوثنوا الدولة وحوثنوا الوظيفة العامة، حوثنوا الجيش والعسكر، حتى أصبحنا نرى مشاهد ربما هذا الأمر له انعكاساته التي ستؤثر على اليمن كدولة لربما لعشرات السنين وليس تأكيد فقط للفترة القادمة القليلة. بكل تأكيد. حتى أننا أريد أن أعلق على صورة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه مجموعة من القيادات العسكرية يضربوا التحية العسكرية لمحمد علي الحوثي في صورة مقززة. كيف لهم أن يضربوا التحية العسكرية لشخص ليس أولا لا يمتلك الصفة الشرعية لكي يعطوه هذه التحية العسكرية، وأيضا الرجل انقلابي وغير عسكري حتى ولا يمتلك الصفة. بالتالي أصبحنا نرى أشياء مقززة داخل اليمن بفعل هؤلاء الميليشيات المسلحة، عاثوا فسادا في الأرض، عاثوا فسادا في كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وللأسف الشديد أننا اليوم نراهم يتباكون على قضية
الاضطراري وان هناك انتهاكات، وكانهم طوال الفتره الماضيه كانوا يزرعون الورد ويسلمون الورد ويوزعون الورد لكل المناطق، لم يدعوا بيت في اليمن الا وادخلوا فيه الشهداء والجرحى والايتام والثكالى والمختطفين، واليوم يتحدثون عن حقوق الانسان. نحن اولى بحقوق الانسان، نحن لم نقتل ولم ندمر مساجد ولم ندمر مدارس ولم نحول الدوله الى قنبله موقوته تنفجر في وجه ابناء الشعب اليمني. أشكرك جزيل الشكر الصحفي المرافق للوفد الحكومي، كنت معنا عبر السكايب من الكويت الأستاذ مختار الرحبي، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من المساء اليمني، إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.